بعض القطاع عندما سنتين بسبب قيود كورونا الفعالية المركزية لإحياء ذكرى الهولوكوست تعود من جديد إلى معسكر الاعتقال أوشفيتس، حيث انطلقت المسيرة مسيرة الحياة نحو معسكر بيرخيناو. ولكن هناك ثلاثة أمور تحدث لربما لأول مرة في هذه المسيرة. أولا، هناك وفد العرب داخل إسرائيل يشارك في هذه المسيرة وهو من شريحة الشباب لحركة عتيدنا. ثانيا، هناك أيضا وفود من دول عربية طبعت مؤخرا مع إسرائيل، إضافة إلى عدم وجود ممثل رسمي لحكومة إسرائيل في هذه المسيرة رغم تواجد العديد من القطاعات والجمعيات والمؤسسات وأيضا نائب الوزير أمير كرر. أريد أيضا أن أشير إلى أمر واحد، وهو أن عدد هؤلاء المشاركين يبلغ 3000 مشارك من 25 دولة، ويشارك بينهم أحفاد من النازيين وأيضا لاجئين من أوكرانيا الذين يحضرون بطبيعة الحال وسط التصعيد في بلدهم. كل هذا الأمر يحدث هنا في معسكر الاعتقال أوشفيتس قرب كراكوف جنوب بولندا. وتحدث زميل عمر مع بعض المشاركين في المسيرة منهم صحفي سعودي. الحقيقة هذه رسالة إنسانية، هي تتعلق ب يعني بالعنف، بالعنصرية، بالامتهان حقوق الناس، بأيضا عدم تكرار مثل هذا العمل الذي تم في هذا الموقع. أعتقد هذه الرسالة يجب أن تكون إنسانية للجميع، لجميع البشر. فبالتالي وجودنا هنا هو مشاركة إنسانية، مشاركة تراعي فيها حقوق الإنسان. أيضا نأمل في مجتمعات خاصة في الشرق الأوسط متسامح مسالم، وأن تكون شعوبة أو تعيش شعوبة في سلام، وأن تبتعد عن العنف وعن العنصرية، عن الكراهية، عن عدم التسامح. طبعا صراحة شعور لا يوصف، لأول مرة بشارك في مسيرة الحياة لنقوم مع بعض، أنه إحنا كلياتنا ضد العنصرية، ضد الأعمال اللي صارت في حق الشعب اليهودي، لأنه الأعمال اللي صارت في حق الشعب اليهودي ما صارتش ولا في أي حق ولا في أي شعب من شعوب العالم. إحنا مع بعض كلنا من نادي بالإنسانية، من نادي بالحياة المشتركة. إحنا كعرب إسرائيليين إجينا من دولة إسرائيل نشارك، أكثر من 100 مشارك ومشاركة إجينا نشارك عشان نقول إنه إحنا بدنا نعيش حياة مشتركة، حياة سليمة، حياة أمنة مع بعض عربا ويهودا في الدولة.